انا واخده هنا الرز بسمتي الحبه الطويله، بيبقى منقوع في ميه مغليه من الكاتل 15 دقيقه ل 20 دقيقه عشان يطرى معايا ويستوي معايا على طول. كمان هحتاج لحمه كباب تكون متقطعه صغير كبير، دي حاجه بتاعتكم، ممكن تستعملوا اي نوع لحمه بس لحمه الكباب بتبقى حلوه جدا مع الرز ده. بصل مبشور ناعم جدا، كوسه وجزر وبسله يكونوا مسلوقين ربع سلقه مش نص سلقه، وعندي هنا الذره اللي هي المايز، عندي مكعبين مرقه خضار، والكبابه كبابه صيني هنجيبها من عند العطار، عندي ربع معلقه، وعندي ملح وفلفل بس كده. يبقى احنا كده هنعمل ايه اول حاجه؟ بصوا بقى، هاخد انا هنا شويه زيت ما يعادل ربع كوبايه، وهقوم منزله فيه كاني هدي للحمه، او مش كاني، هو انا هدي للحمه صدمه. اول ما احس ان اللحمه بتاعتي خدت الصدمه بتاعتها اهي، خليني اعمل كده بسم الله بالشكل ده تمام جدا. هخليها تتشوح تبتدي تبيض معايا بس شويه، وهقوم واخده على طول باقي المكونات بتاعتي. هاجي هنا انا، خلوني اعمل حاجه كده بسيطه، هاخد حته الزبده دي هحطها هنا، وهنزل عليها المستردة، واخلط كل شوكه كده بسيطه، ونخلط كل المكونات والمكعبين بتوع الخضار والكبابه، نهرمشها او نفرمها ناعم كده، وملح وفلفل بس كده. هقلبهم تقليبه بسيطه خالص، وبعد كده هخلط معاهم الخضار، واقوم اهو نخلط معاهم الخضار، مش هسيبهم لحد ما يستوي، انا مش عايزه اللحمه تستوي معايا هنا، انا بس بشوحها بديها صدمه حلوه قوي عشان تبقى معايا طعمها حلو قوي بصراحه. انا بشربها التوابل، او بخلي اللحمه بتاعتي تاخد التوابل كلها اهو. المكعبات بصوا من غير ما تدوسوا عليها بايديكم بتفتفت على طول، ما تقلقوش اهي بس كده. احنا كده حطيناها تتشوح، بتاخد التتبيله بتاعتها. هبتدي انزل الخضار بتاعتي بالشكل ده، يا ام حمزه اهلا وسهلا، اهلا وسهلا يا ام حمزه، كلمينا تاني يا ام حمزه. كده احنا حطينا اللحمه بتاعتنا، حطينا الخضار، حطينا التتبيله، حطينا كل حاجه مع بعضها بالشكل اللي انتوا شايفين ده. بصوا الالوان اساسا لوحدها يعني حكايه. اخد الرز المنقوع بالشكل ده، ليه بننقعه 15 و20 دقيقه؟ عشان ما يعجنش معايا خالص، انا مش عايزه الرز بتاعي يعجن معايا، عايزه لما انزله من القدره بتاعتي، لان انا اوريدي هسويه بكوبايه ميه فقط لا اقل ولا اكتر. الخضار هي اللي هتنزل الميه، اللحمه هي اللي هتنزل الميه، وده اللي هيديني الطعم.